الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، لا نزال في شرح الضابط الذي يقول: يستحب الاغتسال عند كل اجتماع مشروع، وأخذنا عليه الفرع الأول وهو غسل يوم الجمعة، وتكلمنا عن مسألة واحدة فيه وهي حكمه، ولا لا؟ طيب، فنقول وبالله التوفيق، ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق، ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المخلصين في الأقوال والأعمال يا رب العالمين. فإن قيل لك: وما أفضل أوقات غسل الجمعة؟ فأقول: كلما تأخر غسل الجمعة إلى الرواح لها فهو أفضل، لأن المقصود من هذا الاغتسال أن لا يشم الناس منك إلا أطيب ريح، وحتى لا ترجع عليك روائح الأدران مرة أخرى بسبب التبكير بهذا الاغتسال. فكلما تأخر الاغتسال إلى قبيل رواحك للجمعة كلما كان أفضل، حتى يتحقق المقصود منه. فإن قلت: وما الحكم لو اجتمع علي غسلان، أحدهما للجنابة والثاني للجمعة، فهل يجزئ عن الأمرين أو عن الغسلين غسل واحد؟ فنقول: نعم، وستأتينا في ذلك قاعدة قريبة إن شاء الله عز وجل. فإن قلت: وما الحكم لو نسيت الغسل قبل الصلاة، أفأتمكن من إدراك فضيلة الغسل بعد الصلاة؟ أفأتمكن من إدراك فضيلة الغسل بعد الصلاة؟ فأقول: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف هو الحكمة من هذا الاغتسال. هل الاغتسال معلق بيوم الجمعة أم معلق بالرواح لصلاة الجمعة؟ فالذين قالوا معلق بيوم الجمعة قالوا: ما دام اليوم لا يزال باقيا فيستحب له الاغتسال حتى يتدارك السنة، وعلى رأسهم الإمام ابن حزم وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن أهل العلم من قال: إن الحكمة والعلة تفوت من الغسل بمجرد الفراغ من صلاة الجمعة، لأن المقصود إنما هو التنظف وكمال التطهير لشهود هذا الجمع، وهذا القول الثاني لا جرم أنه هو القول الصحيح. ولذلك نجد في الأحاديث أن الأدلة علقت الغسل بالرواح، كقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة، وفي الحديث الآخر: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. فأنت ترى أن الأدلة علقت الغسل بالرواح، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة قال: لو اغتسلتم ليومكم هذا، لما شم بعض الروائح ممن كان شهد معه الصلاة. فإذا لا تحصل فضيلة غسل يوم الجمعة إلا إذا فعل قبل الصلاة. فإن قلت: ومتى يدخل وقته؟ فنقول: بطلوع الفجر الصادق، لأنه متى طلع الفجر الصادق فقد بدأ مسمى يوم الجمعة. فإذا اغتسل الإنسان بعد طلوع الفجر الصادق أو قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، كل ذلك يعتبر موافقاً لوقت الغسل المشروع. فإن قلت: ومتى ينتهي وقت الاغتسال؟ فأقول: بالفراغ من الصلاة، بالفراغ من الصلاة. فمتى ما فرغ الناس من صلاة الجمعة فقد خرج وقت الغسل المشروع. فإن قلت: وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والأقرب عندي إن شاء الله أن معنى الحديث: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة صفة لا سببا، صفة لا سببا. من يشرح لي هذا؟ هذا هو، يعني بمعنى أن من اغتسل يوم الجمعة غسلا صفته كغسل الجنابة،
ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من جنابة حتى يدرك الإنسان فضيلة هذا الاغتسال. وبناء على ذلك فيستحب للإنسان في غسل يوم الجمعة أن يتوضأ قبله، أن يتوضأ قبله، لأن هذا هو صفة غسل الجنابة، وأن يريق على رأسه ثلاثا يرويه، وأن يخلل رأسه بأصابعه ويعمم بدنه بالماء مرة واحدة، ثم يغسل قدميه مكانا آخر. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة. فإن قلت وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل؟ أما قوله اغتسل فهي ظاهرة وواضحة، لكن عندنا قضية غسل، وهو حديث أوس بن أوس الثقفي. الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والأقرب عندي إن شاء الله أنه من باب المبالغة في الدلك والفرك والتنظف، أن هذا من باب المبالغة. ويفسر هذا اللفظ الذي بعده قال وبكر وابتكر، يعني بمعنى أنه بكر وبالغ في الابتكار. فقوله غسل واغتسل يعني أنه اغتسل وبالغ في الاغتسال. ويفسر هذا أيضا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر ثم ادهن من دهنه أو مس من طيب أهله إلى آخر الحديث. فقوله ما استطاع من طهر هذا يدل على أن غسل يوم الجمعة يستحب أو يندب فيه أن يبالغ الإنسان في التنظف بما استطاع من المنظفات، سواء أكانت المنظفات القديمة أو المنظفات الحديثة، فيستعملها الإنسان في غسل يوم الجمعة. فإن قلت وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، هل المقصود بهذا اليوم المطلق في الحديث يوم الجمعة؟ هل المقصود بهذا اليوم المذكور في الحديث على صفة الإطلاق هو يوم الجمعة؟ فأقول في ذلك خلاف بين أهل العلم، والأقرب عندي أنه نعم يوم الجمعة، لأنه وإن كان مطلق ولأنه وإن كان مطلقا إلا أنه قد قيد في الأحاديث الأخرى، والمتقرر عند العلماء أن المطلق يبنى على المقيد. فإذا اغتسل الإنسان في يوم الجمعة فقد طبق حديث أبي هريرة، بمعنى أنه ما مرت عليه سبعة أيام إلا وقد اغتسل في يوم من أيامها ودلك فيها رأسه وجلده. ففضيلة الغسل المذكورة في حديث أبي هريرة هذا إنما تكون بالاغتسال في يوم الجمعة لبناء المطلق على المقيد. وهذا هو الأقرب عندي، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن الفروع على قاعدة الاغتسال عند الاجتماعات الشرعية الغسل للعيدين، لعيد الفطر والأضحى، فقد استحب عامة أهل العلم إلا ما ندر للإنسان قبل شهود صلاة العيدين أن يغتسل. فإن قلت وما برهانك على هذا؟ فأقول الأثر والنظر. أما من الأثر فقد صح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يغتسل في العيدين، وهذا مذهب صحابي لا يعرف له مخالف. والأمر الثاني أن الناس يجتمعون في صلاة العيدين فهو اجتماع مشروع، والمتقرر في القواعد عندنا أن الاغتسال مستحب عند كل اجتماع مشروع. ومن الفروع كذلك اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاغتسال لصلاة الكسوف. فمن أهل العلم من قال بأن الغسل لها مستحب لأنها اجتماع مشروع، ومن أهل العلم من قال لا يستحب الاغتسال لها،
وأنت إذا تأملت الأدلة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسبت الشمس خرج إلى الصلاة يجر رداءه ولم يسبق خروجه غسل. فلو كان الاغتسال قبل صلاة الكسوف مشروعاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين لشريعتنا. ولا نعلم عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك أو ندب إليه أو استحبه أو أمر به. وبناء على ذلك فالأقرب عندي إن شاء الله أنه ليس لصلاة الاغتسال ليس لصلاة الكسوف غسل خاص. ولا يعني هذا أنه يأتي إلى المسجد بروائحه، لا نقصد هذا، ولكن إن اغتسل فله ذلك من باب الإباحة. لكننا لا نعلق بصلاة الكسوف تشريعا يقال له الاغتسال لصلاة الكسوف، فهو يغتسل من باب تنظيف جسده وإزالة روائحه المنتنة، فله ذلك ولا أحد يمنعه من باب الجواز، لكن لا يقال إنه من باب السنية التي تسبق صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا نعلمه ثابتا عن أحد من الصحابة يمكن الاستدلال بفعله. ومن الفروع كذلك، ما حكم الغسل للإحرام؟ الجواب: الغسل للإحرام سنة في قول عامة أهل العلم رحمهم الله، وبرهان ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال: اغتسلي اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وفي جامع الإمام الترمذي وحسنه من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ولأن الإحرام والدخول في النسك مظنة الاجتماع، فهو اجتماع مشروع، وكل اجتماع مشروع يشرع عنده الاغتسال. ومن الفروع كذلك: هل يندب الاغتسال للإحرام حتى في حق الحائض والنفساء؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يستحب لمن أراد عقد الإحرام أن يغتسل حتى ولو كانت حائضا أو نفسا. فأما برهانه في الحائض فما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وتغتسل. وأما برهانه في حق النفساء فللحديث الذي ذكرته قبل قليل في قصة ولادة أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، لأن هذا من باب التنظيف والتطهير لا من باب رفع الحدث، لا من باب رفع الحدث. ومن الفروع كذلك: ما حكم الاغتسال لدخول مكة؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح مشروعيته لما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النسك مظنة الاجتماع وهو اجتماع مشروع، والاغتسال مستحب عند كل اجتماع مشروع. ومن الفروع كذلك: ما حكم الاغتسال للوقوف بعرفة؟ ما حكم الاغتسال للوقوف بعرفة؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح مشروعيته لفعل علي وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف، فقد كان علي رضي الله تعالى عنه يغتسل من الحجامة ويوم الجمعة وللعيدين وللوقوف بعرفة، وهو أثر صحيح ولا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكفينا في الاستدلال عليه فعل الصحابي، ومذهب الصحابي حجة إذا لم يخالف المرفوع عن الشارع ولم يخالفه صحابي آخر، وكلا الشرطين توفرا في هذه المسألة. فيستحب للإنسان حال وقوفه بعرفة أو قبل الوقوف بعرفة، أي قبل زوال الشمس ابتداء الوقوف، أن يغتسل، ولأن الناس يجتمعون في عرفة على صعيد عرفات،
فهو اجتماع مشروع، والمتقرر في القواعد أن الاغتسال مستحب عند كل اجتماع مشروع، عند كل اجتماع مشروع، والله أعلم. ومن قواعد باب الاغتسال أيضا قاعدة تقول: صفة الغسل توقيفية، فلا يشرع فيها إيجابا واستحبابا إلا ما ورد به النص. صفة الاغتسال إيجابا واستحبابا مبنية على التوقيف، صفة الاغتسال إيجابا واستحبابا مبنية على التوقيف. والمقصود بالتوقيف أي ثبوت الدليل الشرعي الصحيح الصريح، فلا يحل لك أن تقول هذا القول مستحب في الاغتسال إلا بدليل، أو أن هذا الفعل واجب أو مستحب في صفة الغسل إلا بدليل. وبناء على ذلك فكل مستحبات الغسل وكل واجباته مبنية على ثبوت الدليل. فإن قلت: ولماذا تطلب الدليل حتى في هذا الأمر؟ فنقول: لأن الإنسان في صفات الغسل إنما يقصد بها التعبد لله عز وجل، فهو لا يقول في الغسل قولا إلا ويقصد به التعبد لله، ولا يفعل في الغسل فعلا إلا ويقصد به التعبد لله عز وجل. فبما أن المقصود من صفة الغسل التعبد، فإذن يكون مبناها على التوقيف، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فمتى ما رأيت الفقهاء يقولون ويستحب في الغسل كذا وكذا، فإياك أن تقبل هذا الاستحباب إلا بعد أن تنظر في مستنده أولا، فإن كان مستنده صحيحا صريحا مقبولا معتمدا فعلى العين والرأس، وإن لم يأتوا عليه بشيء فإن الواجب أن لا نقبل، لأن الوجوب أو الإيجاب والاستحباب حكمان شرعية، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ إذا علم هذا فلننتقل إلى سماع كلام بعض الفقهاء في التفريع على هذه القاعدة. فمن جملة الفروع، استحب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى في حق من نسي الوضوء قبل الاغتسال أن يتوضأ بعده تداركا للسنة الفائتة. استحب بعض الفقهاء لمن ترك الوضوء قبل الاغتسال أن يتوضأ بعده لتدارك السنة الفائتة، ويدخلون ذلك من جملة صفات الغسل. والمتقرر عندنا أن صفة الغسل إيجابا واستحبابا توقيفية على النص، وبناء على ذلك فهل هذا الاستحباب مقبول أو غير مقبول؟ الجواب: هذا استحباب غير مقبول أثرا ونظرا. أما من الأثر فقد روى أصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، هذا أثرا. ولأن الوضوء سنة حدد الشارع لها وقتا، وهي ما قبل إفاضة الماء على البدن، فنقلها عن توقيتها الشرعي تحكم في أمر الشارع، في أمر الشارع، وعمل شيء ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. والمتقرر عند العلماء أن من عمل عملا ليس عليه أمر الشارع فهو رد. ولأن المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، وهنا سنة حدد لها الشارع وقتا، فإذا فاتت الحكمة منها فإنها تفوت بفوات محلها. ولأن الحكمة والعلة في تقديم الوضوء على الغسل إنما هو لتخفيف حدث الجنابة، ولذلك يشرع للجنب إذا توضأ أشياء لا تشرع له قبل أن يتوضأ كما سيأتينا إن شاء الله.
وإذا لم يذكر الوضوء إلا بعد إراقة الماء على بدنه وارتفاع وصف الجنابة فيكون الوضوء بعد ذلك لا حكمة له، لا حكمة له لفوات العلة. والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالقول الصحيح عندي أنه إذا فوته قبل إراقة الماء على بدنه فإنه لا يشرع له تداركه لهذه الأدلة التي ذكرت لكم. ومن الفروع كذلك، هل يشترط في غسل الجنابة والحيض أن تنقض المرأة رأسها أم يصح اغتسالها وإراقة الماء على رأسها وهو معقوص؟ هل لا بد من النقض أو لا؟ الجواب، المتقرر عندنا أن مشروعات الغسل إيجابا واستحبابا توقيفية، فلا يجوز لنا أن نقول هذا واجب في الغسل إلا بدليل. فلما نظرنا إلى الأدلة وجدناها وردت بأمرين، وردت بالأمر بالنقض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي محرمة وقد كانت حائضا أن تنقض رأسها بقوله انقضي رأسك واغتسلي، فهنا أمر والأمر يقتضي الوجوب. بينما نجد في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، ويجب علينا أن نبحث عن القول الذي نتمكن به من الجمع بين هذه الأدلة ولا نهمل شيئا منها أبدا. فوجدنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال، فمن أهل العلم من أوجب النقض مطلقا، ومن أهل العلم من لم يوجب النقض مطلقا، ومنهم من توسط. وخير الأمور أوساطها، وهو أن النقض من عدمه يختلف بكثافة شعر المرأة وغلبة الظن بوصول الماء إلى شؤون رأسها من عدمها. فإذا كان شعر المرأة قليلا بمعنى أنه يتخلل منه الماء من غير نقض فإنه لا يجب عليها نقضه، معي في هذا؟ وعليه يحمل حديث أم سلمة رضي الله عنها. وأما إذا كان شعر رأسها كثيفا أو كان عقصه قويا بمعنى أن الماء لا يتخلله ولا يصل إلى شؤون الرأس وأصوله إلا بالنقض، فيكون النقض في هذه الحالة واجبا، لأن إيصال الماء إلى شؤون الرأس واجب، ولا يتم تحقيق هذا الواجب إلا بالنقض، فيكون النقض واجبا، لأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعليه حديث انقض رأسك واغتسلي وحديث أسماء الآخر. ومنهم من فرق بين غسل الجنابة والحيض، ولكن الأقرب عندي إن شاء الله أن الأمر معلق بوصول الماء إلى شؤون الرأس وأصوله من عدمه، فإذا كان لا يصل إلا بالنقض فيكون النقض واجبا، وإن كان يصل بلا نقض فإنه لا يجب عليها حينئذ أن تنقض لتحقق المقصود، لتحقق المقصود. فإذا لا ينبغي طلبة العلم أن نجعل النقض مقصودا في ذاته، لا بد من تحقيقه، وإنما نجعله وسيلة توصلنا إلى مقصود، فإن كان مقصوده متحققا فلا يلزم حينئذ النقض لوجود مقصوده، وإلا فيجب حينئذ. ومن الفروع أيضا، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ، وذلك لأن الغسل له صفتان كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. أنا أتكلم عن الغسل المجزئ لا الغسل الكامل. هل من شروط الغسل المجزئ أن تتمضمض وتستنشق؟
أم أنك تعمم بدنك بالماء من غير مضمضة ولا استنشاق؟ ما حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئي؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي إن شاء الله أن المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئي سنة وليست بواجبة، يعني أنه لا يجب على من أراد أن يقتصر في صفة الغسل على ما يجزئ منه أن يتمضمض ويستنشق، لكن إن تمضمض واستنشق فهو الكمال والأفضل، وإلا فغسله يصح حتى ولو لم يتمضمض أو يستنشق. فإن قلت ولماذا لم توجبها، فأقول: لعدم الدليل الدال على إيجابها، وصفة الغسل توقيفية على النص، ولا حق لي أن أوجب على المغتسل شيئا لا دليل عليه، فأين الدليل الدال على إيجاب المضمضة والاستنشاق؟ قالوا: أوليس النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق في الوضوء الذي قبل الغسل؟ فأقول: بلى، ولكن هذا التمضمض لابد أن تنظر له باعتبارين. الاعتبار الأول أنه في صفة الغسل الكامل، ونحن نتكلم الآن عن الغسل المجزئ، والأمر الثاني أن تمضمضه ليس أمراً وإنما فعل، والمتقرر عند العلماء أن أفعال الشارع لا تكتسب حكم الإيجاب، وإنما هي للاستحباب والندب. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلوا كما رأيتموني أغتسل، حتى يقرن فعله بهذا القول، وإنما هو فعل مجرد عن قول، فنبقى في دائرة الاستحباب والندب، وهذا هو الذي جعلنا نقول إنها مستحبة ومندوبة في الغسل المجزئ، ولكنها ليست بواجبة. فإن قالوا: أولا يقاس الغسل على وجوب على الوضوء في هذه الحالة؟ فأقول لا، لأن الوضوء عبادة مستقلة، والغسل عبادة مستقلة، ولا قياس في العبادات كما تقرر في قواعد علماء أهل الحديث رحمهم الله تعالى. فإن قالوا: إن باطن الأنف وباطن الفم لهما حكم الظاهر، فهما كالبدن، ولذلك لو أن الصائم أدخل الماء في فيه فإنه لا يفطر، لأنه لم يدخل إلى جوفه، فإذا باطن الفم له حكم الظاهر فلا بد من غسله، وكذلك لو أن الصائم استنشق الماء فإنه لا يفطر، لأنه لم يلج إلى جوفه، فإذا باطن الأنف وباطن الفم ليس لهما حكم الجوف بل لهما حكم الظاهر، فهي كالجبهة كالخد، فكما أن الظاهر له لا بد أن يغسل، فكذلك باطن الفم والأنف بما أن لهما حكم الظاهر لا بد أن يغسل. فنقول هذا يجاب عنه بجوابين: الجواب الأول أن لهما حكم الظاهر في باب الصوم لا في باب الغسل، أن لهما حكم الظاهر في باب الصوم وليس لهما حكم الظاهر في باب الغسل، فهما بابان مستقلان، والأحكام تتبعض، فتثبت بعض أحكامها في أبواب ولا تثبت بعض أحكامها في أبواب أخرى. ثم يضاف إلى هذا أن هذا رأي، والرأي لا يستدل به، فالآراء والمذاهب وأقوال العلماء والاجتهادات إذا لم تكن مستندة إلى براهين وأدلة فإنها تبقى آراء لأصحابها. ونحن نقول إن صفة الغسل لا يجوز أن يدخل الإنسان فيها شيئا إيجابا أو استحبابا إلا وعليها دليل من الشرع. وأضف إلى هذا أن الدليل ينصر قولنا في عدم الوجوب، وهو ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة الذي ذكرته قبل قليل، أنها سألت عن الغسل المجزئ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ولم يأمرها بالمضمضة والاستنشاق، مع أن هذا وقت البيان، والسكوت عن البيان في وقت الحاجة إليه بيان، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كانت المضمضة والاستنشاق من جملة واجبات صفة الغسل المجزئ لأمرها به، إذ أنها ما سألت عن هذه الصفة إلا وهي تجهل هذا الحكم.
إلا وهي تجهل هذا الحكم، فلا بأس على من أراد أن يغتسل ويقتصر في غسله على الصفة المجزئة ألا يتمضمض ولا يستنشق لثبوت الدليل بذلك. فحيث كانت صفة الغسل توقيفية فلا يجوز لنا أن نوجب على المغتسل شيئا لا دليل عليه، بل لا يجوز لنا أن نقول يستحب له أن يفعل كذا إلا وعلى ذلك دليل. ومن الفروع كذلك استحب الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى للمغتسل عند إراقة الماء على بدنه أن يكرر الإراقة ثلاثا، فيريق الماء على بدنه حتى يعممه أول مرة، ثم يريقه حتى يعممه مرة ثانية، ثم هكذا يفعل الثالثة. قال العلماء، قال أصحابنا رحمهم الله، قال ويفرغ على بدنه ثلاثا. إذن استحبوا التثليث في الإفراغ، هذا استحباب في صفة الغسل، والمتقرر عندنا في القاعدة أن صفة الغسل إيجابا واستحبابا توقيفية على النص. فما برهانكم أيها الأصحاب على هذا الاستحباب؟ ما برهانكم أيها الأصحاب على هذا الاستحباب؟ قالوا برهاننا القياس. طيب القياس على ماذا؟ قالوا القياس على مشروعية التثليث في أعضاء الوضوء، فكما أنه يشرع التثليث في أعضاء الوضوء فكذلك يشرع التثليث عند الإراقة، لأن بدن الجنب كالعضو الواحد، فكما أنه يشرع تكرار غسل العضو في الوضوء فكذلك يشرع تكرار إراقة الماء على بدن المغتسل. فنقول الجواب عن هذا من جهتين: الجهة الأولى أن هذا قياس في مصادمة النص، والمتقرر عند العلماء أن القياس في مصادمة النص باطل، فإن قلت وأي نص صادمه قياسهم، فأقول إن المنقول في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيه إثبات الإراقة مرة واحدة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه، فالظاهر أنها إفاضة واحدة. وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ثم غسل سائر جسده، فالظاهر أنها غسلة واحدة عممت بدنه كاملا. والمتقرر أن كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار، هذا أولا. الجواب الثاني أنه قياس مع الفارق، والمتقرر في قواعد الأصول أن القياس مع الفارق باطل، فإن قلت وهل بين الغسل والوضوء فوارق، فأقول فوارق كثيرة، سواء في الصفات فهذا له صفته الخاصة والوضوء له صفته الخاصة، وفي الأسباب فالغسل له أسبابه الخاصة والوضوء له أسبابه الخاصة، وفي الوقت فالوضوء له أوقاته الخاصة والغسل له أوقاته الخاصة، فإذن ليس بينهما نوع اشتراك إلا في المسمى العام وهو الطهارة، والاشتراك في المسمى العام مع كثرة الفروق بينهما لا يصلح أن نجعل أحدهما فرعا للآخر في باب القياس، لأن المتقرر عند العلماء أن القياس مع وجود الفارق باطل، فإذا قياسكم هذا على هذا باطل لمخالفته للنص ولوجود الفارق. وثمة جواب آخر، وهو أن المتقرر عند العلماء أن القياس في العبادات ممنوع، والوضوء عبادة مستقلة، أنتم معي في هذا؟ والغسل عبادة مستقلة، فإياك أن تقيس بعضهما على بعض فيما يشرع لهما أو يجب فيهما، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا قياس في العبادات. واعلموا يا طلبة العلم أننا متى ما فتحنا جواز القياس في العبادات فإن هذا باب فساد سيلج منه أهل البدع فيدخلون بدعهم
في كثير من العبادات بحجة القياس، بحجة القياس. فالقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن المشروع والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن والذي تؤيده القواعد والأصول أن المستحب للجنب أن يفيض على بدنه مرة واحدة تكون معممة لجسده، معممة لجسده. ومن الفروع على هذه القاعدة أيضا، هذه قاعدة طيبة ترى في باب الغسل، قاعدة عظيمة، هل تشرع البسملة قبل البدء فيه؟ هل تشرع البسملة قبل البدء فيه؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأكثر العلماء على مشروعيتها، ولكنك إذا نظرت إلى هذه القاعدة، القاعدة التي تنص على أنه لا يجوز لك أن تدخل في صفة الغسل شيئا واجبا أو مستحبا إلا بدليل، فإنك إذا قلبت طرفك في الأدلة المنقولة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تجد دليلا يشرع البسملة قبل الاغتسال، فلا نحفظ لا عن النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في ذلك ولا عن أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ولم يأتي من قال باستحبابها إلا بدليل قياسي ودليل كلي. أما القياسي فلمشروعية البسملة قبل الوضوء، فكما أن البسملة تشرع قبل الطهارة الصغرى فكذلك تشرع البسملة قبل الطهارة الكبرى، ويجاب عن هذا بأنه قياس في عبادة، والمتقرر عند العلماء أن القياس في العبادات ممنوع. وإن كانت هذه القاعدة الأصولية فيها خلاف طويل بين أهل العلم، لكن مذهب أهل الحديث يمنعون القياس الكلي والجزئي في العبادة، فإذا تبقى البسملة مستحبة في الطهارة الصغرى، وأما الطهارة الكبرى فالأصل عدم استحباب البسملة فيها، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فإن قالوا عندنا قاعدة كلية وهي استحباب الابتداء بالبسملة عند كل فعل أو عند كل عبادة، فنقول حي هلا، ولكننا لا نثبت أصلا من الأصول ولا قاعدة من القواعد إلا بدليل. وأين الدليل الدال على استحباب البدء بالبسملة عند كل تعبد؟ أولا ترى أن العلماء يمنعون الابتداء بالبسملة الدائم قبل الأذان ولا لا؟ مع أنه عبادة، وكذلك قبل الإقامة يمنعونه، وليس كذلك؟ لأنه مع أنه عبادة. فإذا ليس كل عبادة يستحب أن يبدأ الإنسان فيها بالبسملة إلا بدليل، فإذا دل الدليل الشرعي على مشروعية افتتاح هذه العبادة بالبسملة فحي هلا، وإلا فلا حق لك أن تشرع قولا قبل أي عبادة تسن للناس الابتداء بها إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، وذلك لأن العبادة لا يجوز ابتداؤها ولا ختمها بما ليس منها. وبناء على ذلك فالأقرب عندي في هذه المسألة، وإن كان قولا غريبا لكن هو الذي تدل عليه الأصول، وهو أنه ليس من السنة أن يبتدئ الإنسان بالبسملة قبل الاغتسال لعدم وجود الدليل الدال على ذلك، لا سيما وأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة اغتسالها من الحيض فبين لها الصفة الشرعية ولم يأمرها بالبسملة، بل وسألته أيضا في نفس الحديث وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وهي التي قالت فيه عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، سألته عن غسلها من الحيض فبين لها ولم يأمرها بالبسملة، وسألته عن غسلها من الجنابة وبين لها الصفة الشرعية فيه، حتى بين لها في غسل الحيض قال ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها، قالت كيف أتطهر بها؟ قال عاش فاجتذبتها وقلت تتبعي أثر الدم. فإذا سألته عن التفاصيل ومع ذلك لم يأمرها بالبسملة،
فلو كانت البسملة من جملة ما يشرع في الغسل إيجابا كما قاله البعض أو استحبابا كما قاله البعض الآخر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأن هذا وقت البيان، والسكوت عن البيان في وقت الحاجة بيان، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن قلت أوليس أكثر العلماء بالجماهير الأمة على الاستحباب، فنقول أهلا وسهلا وعلى العين والرأس، ولكن الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة، وإنما يعرف الحق بموافقة الدليل من بموافقة الدليل من عدمه، بموافقة الدليل من عدمه. ما أدري كلامي واضح ولا لا؟ ولا يعني هذا أننا نتعالى على علمائنا أو نتكبر أو نرد أقوالهم، معاذ الله، ولكن هذا دين، ولا ينبغي أن يكون مبدأ الترجيح مبنيا على موافقة فلان أو فلان، وإنما يتقي الله العبد في نفسه إذا أراد أن يبحث في مسألة شرعية ويكون مقصوده الوصول إلى الحق الذي يغلب على ظنه أنه موافق للدليل. هذا هو، هذا هو. وبناء على هذا التقرير والتفصيل ننتقل إلى فرع آخر، وهل يشرع التشهد بعد الفراغ من الغسل كما يشرع بعد الفراغ من الوضوء؟ الجواب، أنتم فهمتم السؤال؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أنه ليس من السنة ذلك. لما ذكرته في التعليل في الفرع الذي قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في كافة الأحاديث المنقولة في صفة اغتساله أنه كان يبسمل أو يتشهد. فلو كان التشهد أو البسملة من الأقوال المشروعة ابتداء وانتهاء لبينها لنا صلى الله عليه وسلم. ولأن المرأة التي سألت عن صفة غسلها من هذا وهذا بيّن لها الصفة ولم يقل ثم قولي بعده أشهد أن لا إله إلا الله، فلو كان مشروعا لبينه لها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما قياس الغسل على الوضوء فإنه قياس مع الفارق، وقياس مصادم للنصوص، وقياس في عبادة، وواحدة من هذه المعارضات كافية في رده، فكيف باجتماعها كلها؟ إذن قياسهم باطل لأنه معارض للنص المذكور قبل قليل، وكل قياس عارض النص فهو باطل، وقياسهم كذلك مردود لوجود الفارق، وكل قياس مع الفارق فهو باطل، وقياسهم مردود ثالثا إيش؟ لأنه في عبادة، والقياس في بين العبادتين باطل. فكل عبادة مستقلة بتشريعاتها إيجابا واستحبابا، فلا تخلط بعضها مع بعض، فلا تخلط بعضها مع بعض. ومن الفروع كذلك، انتهى الوقت؟ جيد. ومن الفروع كذلك، إن سألني سائل وقال في صفة الغسل الكامل أين يغسل قدميه بعد الوضوء أم بعد الفراغ من الغسل؟ متى يغسل المغتسل قدميه؟ أبعد الفراغ من الوضوء أم بعد الفراغ من الغسل؟ يعني هل يغسل قدميه مع الوضوء أم أنه يؤخر غسلهما إلى ما بعد الفراغ من الغسل؟ فأقول هما صفتان منقولتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء أن يغسلهما مع الوضوء فلا بأس، وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة، ووضوء الصلاة لا بد فيه من غسل الرجلين، فهي تثبت هنا أنه غسل قدميه مع هذا الوضوء. وإن شاء أن يؤخرهما إلى ما بعد الاغتسال حتى يغسلهما مكانا آخر فلا بأس، لثبوت ذلك في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم تنحى، أي بعد الفراغ من الغسل، قالت ثم تنحى فغسل قدميه، ثم تنحى فغسل قدميه. فإن شئت أن تفعل هذا تارة وهذا تارة فهذا هو الخير،
لأن المتقرر عند العلماء أن السنة إذا وردت أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فإنها تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. ومن الفروع كذلك، هل لا بد من ضرب اليدين بالجدار إذا استنجى قبل اغتساله؟ هل يشرع للإنسان أن يضرب يده في الجدار بعد الفراغ من الاستنجاء وغسل ما أصابه قبل الاغتسال؟ الجواب نعم، يشرع ذلك استحبابا. فإن قلت وما برهانك على هذا الاستحباب، فأقول البرهان ما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم صب على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بهما الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، مرتين أو ثلاثا. فإن قلت أو يجزئ عن هذا الضرب غسلهما بالصابون، أو يجزئ عن هذا الضرب غسلهما بالصابون، فنقول الجواب في ذلك مبني على معرفة العلة من هذا الضرب. فإذا علمت العلة فلا بأس بالإلحاق، وإذا لم تعلم العلة فالأصل التعبد. فما الحكمة أو العلة في ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة؟ الجواب تكاد كلمة أهل العلم تجمع على أن الحكمة والعلة هي كمال التنظيف والتطهير. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليه أن يغسلها بالصابون، لأننا علمنا العلة. فإذا كان ثمة تطهير أفضل من هذا فلا بأس، لا سيما وأن الجدار وأرض دورات المياه الآن ليست بطين حتى يكمل التطهير، وإنما هي إما سيراميك عند التجار أو رخام عند الأتجر منهم أو سميت عند الضعفاء، فليست طين. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت جدر بيته وأرضيته من التراب والطين، والتراب والطين أحد الطهورين ولا لا؟ أحد الطهورين. فإذا يحصل به كمال التطهير. فإذا أراد الإنسان في هذا الزمان بعد غسل منيه وفخذيه وما أصابه من رطوبة فرج المرأة وبعد الاستنجاء أراد أن يكمل تطهير يده بغسلها بالصابون، فهذا لا بأس به، لأننا علمنا العلة. وإذا علمت العلل جاز الإلحاق، إذا علمت العلل جاز الإلحاق، ولأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين، لا تجمع بين مختلفين. ومنها استحب العلماء رحمهم الله تعالى ألا يزيد في ماء غسله على صاع، والصاع أربعة أمداد بملء كفي الرجل المعتدلة. وبرهان هذا الاستحباب ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، أي يزيد أحيانا إلى خمسة أمداد. فيستحب للإنسان ألا يسرف في ماء الغسل، وأن يقتصر في ماء غسله على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به وهو الصاع. وفي حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وجده أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال جابر يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر قد كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر مرده إلى اختلاف الأجساد نحافة وسمنا وطولا وقصرا،
فإن من الناس من يكفيه المد وربما يبقى منه شيء أيضا، ومن الناس من قد لا يكفيه إلا الصاع، يعني ربما صاعين وعساها تكفي جسده. فنقول هذه أحوال ينظر لها في حينها، وأما السنة العامة فمقدرة بالصاع، بمعنى أن من عمم جسده بأقل من الصاع فليس من السنة له أن يريق الماء بلا فائدة تكميلا للصاع، ومن استوفى جسده كل الصاع بدون إسراف وبقي من جسده مواضع فلا حق له أن يقول بما أننا فرغنا من الصاع فإذا ما بقي معفو عنه. فنقول إذن السنة العامة هي الاقتصار على الصاع، هي الاقتصار على الصاع، هكذا ثبتت السنة. ومن المسائل، اختلف العلماء في مسألة تجرد المغتسل من ثيابه كلها، أفيدخل الإنسان الماء للاغتسال متجردا أم لا بد من أن يستر عورته؟ فيه خلاف بين أهل العلم. مع الاغتسال كلنا البرد، برد شيك تضحك، ما كل البرد أنت؟ لا 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 نمزح، لا لا نمزح، شنو نقول بعاصم بدون ما تشوف؟ لا بدون ما تشوف، اي نعم. طيب ايش رايك نقول ايه ولا لا؟ ايش رايك ما رجح؟ يلا تجرد ولا ما تجرد؟ تجرد الله يستر، حتى ولو كانت مع زوجته تغتسل معه ما في مشكله، يعني انتم عندكم البدو ما في مشكله يعني. الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جوازه وأنه لا بأس به إذا كان في مكان ليس ثمة من ينظره ممن لا يحل له النظر إلى عورته، ولكن لا أعلم دليلا على هذا التجرد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دليله عن نبيين كريمين، النبي الأول أيوب عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال بينا أيوب يغتسل عريانا إذ خر يعني بعد أن شفاه الله، إذ خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثو في ثوبه، فناداه ربه أولم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. والنبي الكريم الثاني موسى عليه الصلاة والسلام، وحديثه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى يغتسل وحده فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فتبعه موسى يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى أخذ ثيابه وطفق ضربا بالحجر، يعني صار يضرب الحجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس، وذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكانت بنو إسرائيل تتهم موسى بأنه آدر، والآدر أي كبير الخصيتين بسبب مرض ألم به، فأراد الله عز وجل أن يبين لهم أنهم إنما آذوه بهذا الاتهام وأنه بريء من هذا الاتهام. فإن قلت هذان نبيان لهما شريعتان مستقل خاصتان، ونحن نتكلم عن حكم التعري في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول لا بأس بذلك، لأن المتقرر عند العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا
فلا بأس عليك أن تتجرد حال دخولك في الماء إذا كان ليس ثم من ينظرك ممن لا يحل له النظر إليك. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية المسائل الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كم بقي من الوقت؟ 5 دقائق، هذه غالبا نحطها للأسئلة. أرأيتم طريقة